لا لك فقط الإصابة معناها ما خدكش من تضربت اي عملت ايلونغاسيون سينو ماشي تمشي، مستير اه سينو تمشي معناها تكون موجودة. اي نورمال مون نمشي نورمال مون والله اعلم الله اعلم تاكل شيء علاقتك كانت مش باهية بنبيل معلول من وقت حتى توا باهي قبل اي وقت علاش توا والله يا حبايبات ونحبوا صعايبي وكلموا كلمني ونكلموا توا اي وقت علاش لكن قبل خويا كانت انا راسي صحيح مني قلت لك انا كنت ما نشوفهاش انا عمل لك حاجه ما عديتهالوش باش تقول لي لا ما نحبش نحكي يا ودي والله شوف ما كي تبدا نحكي على عباد قلت لك ما في البيك ما نحكي مش بدوش البيك تو انت تاع قلت لك انا صاحبي وحبيبي حتى واحد صاحبي وحبيبي سيء كل شيء شنو نقعد نقضي فيه ولا نقضي فيه للتاريخ حاجات مهمه للتاريخ لا للتاريخ مش بتسب التاريخ سيء تكتب وما تنساش ما شنو هو سيء ما لعبتش انا جوج اولمبيك وما لعبتش مثلا كيب ناسيونال وما لعبتش زايد عنده دور زايد عنده دور عمر عنده دور فما جوارات كانوا كعبروا لي فيها وهذاك ويهز منا ويجيب منا ما تسمى تسميه الزاد لا يا خويا شيلنا فيهم تو باهي معش كنت ما تحكيليش على مشاكل تفسد علاقتي بالعباد باهي معش كنت تعلقت في اليابان المليعب اللي تعلقت معاه يا خويا مش نورمال شوف انت تو ما حكينا فيه فما قلت لي انت سؤالات اللي حكينا فيها ما عادش نجبدوه اللي سمعتهم عليه ما عادش نجبدوه هكا ولا عندك سؤالات جبت فيها هي ما قلتش شكون المليعب اللي تعلقت معاه يا اخي قلت انا في الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ماكش تقول انا نقول المشكله لكن جوار قلت لك اسمع عندك حاجه راني اي جوار راني قلت لك اي جوار ما نكرهوش انا جوار قلت لك ماذا بي حتى متعارك معاه وعمل لي ودنا لي وكذا انا ماذا بي نشوفه في الكور نشوف جوار اعطيني نرتاح تو ناخذ بلاصتي عليها انا ذاك انا من بعد باش نولي خير منه حبيت تعطيني شيء كيفاش تشوف الكلوب اليوم الكلوب عاديه جدا الكلوب ما تبدل حتى شيء تعرف شنو تبدل هزوا مسؤولين وحطوا مسؤولين خير لكن انا اعطيك حاجه انا باش نكون واضحين تغش اللي تغش انا المسؤولين هذوما صحابي قلت لك مسؤولين باهي لكن راو المسؤوليه نتاعكم اكبر من اللي تعملوا فيه تو باهي راو ما فما مارجينا حتى تغيير سوى في المسؤولين وسوى في الامور بسيشيك وسوى في الامور تاع ميديا وانترنت وكذا فما بوادر خير لكن حاجه ملموس بالكش مزال بكري محمد انا بزال بكري اي نعطيك حاجه فما سقف ما يلزمش تحته لكلوب افريكا لكلوب افريكا يتمنى يشدها يتمنى يشدها ما نعرفش شكون بشكون ومن يتمنى يلعب فيها شكون مشكون يلزم تقعد هكاك مش اللي يجي يدخل يلعب مش اللي يجي يشدها مش اللي يجي كذا مش اللي يجي يمبوزي يجي يحكم مش اللي يجي كذا خوي انا قلت لك اصحاب ونحبهم وان شاء الله ربي معاهم لكن خوي راك توا ما خدمت حتى شيء اخدم مادام الشعب معك انا شكون اللي يخلص كل شيء انا كي نقول لك مثلا انا باش نعطيك سؤال بسيط ياسر شكون المشكله اللي حل مشاكل كلوب افريكا نسبيا اعطيني انت شكون قلت وحدك الجمهور بنسبه كبيره حل مشاكل كلوب افريكا هكا ولا اي مش خلي الجمهور يحل مشاكل خلي الجمهور يشد رئيس جمعيه خلي الجمهور يشد انا مسؤول خلي الجمهور يشد فرع كذا خلي الجمهور يتلهب كلوب افريكا كريمو يا ودي يزيه الجمهور تخليه يشجع يا ربي تو هذا في العالم الكل الجمهور يشجع ويعاون لكن يحب يشوف ثمرته يحب يشوف الجمهور كي يعطي يحب يشوف وقت يمشي يبدا في الشارع يقول عندي جمعيه يا ودي انا مش نكون واضحين فما سياسه في الكلوب افريكا انا مش نكون واضحين انا مش نحكوا رياليتي انا ولد الكلوب علاش طرد فيه نرجعوا له انا ولد الكلوب اعطيت الكلوب علاش خرجني من باب الصغير وظلم ربي ما يحاسبك عليه انا ولد الكلوب خليني في الكلوب نعاونك علاش تجيب لي واحد ما نعرفش انا بروف دو سبور وانا حياتي كل في الكلوب مو هكا ولا انا ولا الكلوب علاش دخل فيه انا خير منه خاطر هو ذاك يعاون فيك ب 10 ملايين مهاجم نحكي على مهاجم صابر الخليفه ينجم يعاون مازال ينجم يعاون في الكلوب يعاون شفت نحكي خاطر فما برشا انتقادات والله نحكي انا وخدم ولا مره قلت له بربي هذا كذا شنو هو الجوار هذا قال لي محمد نعطيك حاجه برك شوف شنو قعد في مخه قال لي عندنا كابيتال كبر قال لي 8 سنين وهو على البنك وكابيتال ما طردوهوش والجمعية لكن البرة
ستابل لا مشاكل لا كذا يا خويا انا نجي ايجا وين انت ما عندي فلوس انت ما نجيش نقول له اسمه يا تعطي للجمعيه يا روح انا قلت ايجا خويا انا الحكايه بشي شكرا يا ايجا خويا جوار انا نسال 800 يا سي فلان راك برجوليه ما عندناش وانت تعرف وضع الجمعيه وانت ولدنا وانت حبيبنا وانت وانت باش نعطوك 300 والله العظيم يقعد طاير اما انت تجي تقول وك اسمع تاخذ 200 ولا عندك مشكله يا خويا انا خويا انا معاكم قلبا وقالبا لكن ما هكذا تورد الابل ممتع الحوار معك محمد عم عندي برشا اسئله ما كملتهمش لا يزيني من السؤالات معك صحة انت تدخل النار شرفنا بحضورك اليوم خويا يرحم والديك ونشكركم على الاستضافه هذه مرحبا وان شاء الله نعاودوها مع خويا في موضوع اخر مش موضوع الكوره بالله نحب نوجه تحيه تفضل اول تحيه نحب نوجه